أداء مشرف للأهلي وفوز ريال مدريد 4-1 ليقابل الهلال السعودي في النهائي، وتقابل الأهلي مع فلامينجو البرازيلي على المركزين الثالث والرابع. كابتن علاء هارد لاك. أداء مشرف وشوط تاني فترات كبيرة قوي. ما أنا لسه أقول لك وأيمن، الأداء لما تتفرج على الأداء ومن غير ما تعرف النتيجه ما تقولش النتيجه تطلع كده. صح. يعني دي مش نتيجه ماتش 4-1 اطلاقا. مظبوط. يعني انت 2-1 الناس كلها كان عندها امل انك ممكن تعادل 2-2. جات لك كره قفشه. بالظبط. وطمعت ووصلت وكان طبيعي جدا وخدت الثقه واكتشفت ان ريال مدريد عنده مشاكل كتير، واحنا كنا اتكلمنا قبل الاستوديو في مشاكل في نص الملعب، في عنده مساحات ورا لو تعملها صح ممكن توصل للجول. فانت ابتديت يعني بص ايمن، في ميزه النهارده لريال مدريد مش لينا حصلت، هي كانت اوحش حاجه لينا توقيت الاهداف. صح. لسه بنقول ده انا ما كنتش معاك معاك والله العظيم، بقول لهم توقيت الاهداف سيء، ده قلب المباراه. صحيح. توقيت الاهداف صعب جدا، هي دي بقى عارف يعني التوفيق من عدمه. صحيح. هو موفق ان هو يخرج الشوط الاول 1-0 في اخر ثانيه ولا بالظبط، وانا قلت لك بدايه الشوط الثاني. بالظبط. وانا قلت لك قبل ما نخرج قلت لك فرق انك تخرج 1-0 وفرق تخرج 0-0. انت كمدير فني يمكن اكيد عادل واسامه يعرف دي كويس لما اشتغل في الموضوع ده، تعرف انت داخل بفرقتك وانت متعادل 0-0 وانت مغلوب 1-0. صحيح. بتفرق في كلامك. طبعا. في تفكيرك، في طريقه ادارتك للشوط الثاني. طبعا. هتفكر في مين؟ طب هنزل مهاجم، يعني مثلا هنزل بلال ولا هستنى شويه ولا يعني هنزل اسامه، هبدا افكر اكتر من تفكير. لو انت طلعت الشوط الاول 0-0 بالاداء ده، اداء على فكره كان مرضي جدا، هو بس اول ربع ساعه 10 دقائق كده كان اسامه اتكلم بين الشوطين، سبت ريال مدريد استحوذ، لكن دخلت في الشوط يعني واحده واحده لحد ما استوعبت ان انت هي ايه المشكله ان العب مع الناس دي، وعادي جدا لازم يبقى عندك ايمان بقدراتك وايمان بنفسك. لكن في الاول وفي الاخر هي كلها انت بتاخد خبرات لنفسك، خبرات كلاعب، خبرات كمدرب، خبرات كبيرة جدا الاحتكاك مع الفرقة دي على فكرة. صح. أحسن حاجة دايما تحتك بالمستوى الأعلى منك، أصل أنت لو احتكيت بمستوى أقل منك أو زيك أنت مش هتاخد خطوة لقدام. إنما كونك أنت تحتك مع ريال مدريد، وريال مدريد على فكرة كمان مش في أحسن حالاته. صحيح. وتتعامل في خلال المباراة بالأداء ده، أنا بالنسبة لي مرضي جدا. مرضي أداء الشكل، اللعيبة أدوا كويس جدا، في بعض اللعيبة أدوا كويس أوي جدا، في بعض اللعيبة أخطأت. على فكرة اللعيب اللي أخطأ النهاردة أو ما كانش في فورمة، على فكرة ده مش عيب، يعني مش هتبحه خالص. صحيح. دي مباراة، وزي ما بقول لك يعني امبارح كنا بنتكلم وأنا بقول لك الظروف امبارح خدمت الهلال السعودي. أدى طبعا وأدى أداء كمان جميل، لكن في أوقات كتير قوي أيمن الظروف بتخدمك. خدمت الهلال السعودي امبارح، ضربة جزاء مش عارف ضربة جزاء في طرد، الأمور بقت بالنسبة للهلال السعودي مريحة تمام. النهارده ريال مدريد محظوظ جدا توقيتات الأهداف، في توقيت الأهداف. صحيح. لا ساعده مساعدة مش طبيعية. النهارده أنا متخيل لو النادي الأهلي خرج الشوط الأول 0-0 أنت كنت هتشوف أداء مغاير تماما لعيبة النادي الأهلي، اللي هو انا هدور على 1-0، مش هدور على تعادل وابقى لحد كبير برضو. انت خايف تفتح الملعب زي ما كان عادل بيتكلم، تقبل هدف تاني والتالت الامور هتتصعب. خايف تعمل تغييرات هجوميه بدري برضو، نص الملعب يتاخد منك، هتخش في موقف صعب. فالحسابات بتختلف، مدير يعني المدير الفني بيبدا يفكر فيها واحده واحده. لكن انا عجبني الاداء الشوط الثاني. الشوط الثاني لعبت انت عندك قريبين من التعادل طبعا. لا مش قريبين، انت طمعت في التعادل. لا. وفيما بعد التعادل كمان. صحيح. يمكن دي اثرت شوية. بالظبط. اثرت عليك ان انت بقى عندك مساحات فتحت الجيم شويه. مزبوط. ومع هذا على فكره انت حتى ما طمعت في المباراه انت يعني ما شفتش حاجات قويه قوي من ريال مدريد خالص. استغل الاخطاء، لكن هي استغل اخطاء، ودايما الاخطاء للاسف كلها انتهت باهداف. مزبوط. الهدف بس اللي بلوم عليه هو الهدف الرابع. مزبوط. ما يعني ما ملوش يعني صح. يعني هدف رابع ملوش لازمه خالص. لكن هو برضو احساس اللعيبه ان الموضوع عارف انت خلاص 3-1 المباراه انتهت، يعني انا بقى بس يعني عايز الوقت يخلص وكده، لكن استقبلت الهدف الرابع. برضو خبرات، لازم كل اللعيب في الملعب لازم يستفاد. لازم بالظبط ما تضيعش ثانيه في الملعب غير وانت مستفاد منها، اذا كان موقف. صحيح. في صالحك او موقف ضدك، عملت حاجه صح عملت حاجه غلط، اوعى تخلي ده ياثر عليك. ازاي تتعامل مع المواقف كلها، تتعامل مع وانت في احسن اوقات نجاحك ومقدم مباريات كويس قوي،
واوقات كمان تتعامل مع موقف ان انت حصل فشل، حصل ان انت ما كنتش كويس. هو ده، دي عقليه اللعيب المحترف. ولعيبه النادي الاهلي على فكره انا عارف ان العقليه دي ممتازه عنه، لكن النهارده كل الشكر والتقدير، وهنتكلم فن كتير في المباراه، لكن النهارده بشكر لعيبه النادي الاهلي على الاداء، واداء مشرف مع بطل العالم كله، مش بطل اوروبا زي ما كان عادل بيتكلم. وان شاء الله نوفق مع فلامينجو ونجيب البرونزيه الثالثه ونعمل برضو انجاز ما حصلش قبل كده في تاريخ البطوله، البرونزيه الرابعه ان شاء الله، ان شاء الله او الرابعه.